دلوقتي تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان ايضا اهم الماتشات اللي هتتلعب في دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ وزارة الداخلية في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاون الأمن ولحد 22 مارس، وده هيكون أونلاين من خلال موقع الوزارة. وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث. النهاردة أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بزيادة عدد السلاسل التجارية وإقامة المعارض المشاركة في المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، وده وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. النهاردة هيعقد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب وبلال مظهر لاعب الفريق مؤتمر صحفي الساعة 11 الصبح في استاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب اللي هتنطلق بكرة الساعة 4 العصر. النهاردة والعشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أبرزها الأهلي هيواجه الهلال السوداني الساعة 3 العصر، والساعة 6 بالليل سيمبا التنزاني هيواجه الرجاء المغربي، والساعة 9 فريق شباب لوزداد الجزائري هيواجه الترجي التونسي. النهاردة والعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 24 من المسابقة، أهمها مباراة أستون فيلا مع أرسنال الساعة 2:30 الظهر، ومباراة مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست الساعة 5 العصر، ومباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد الساعة 7:30 بالليل.